احنا الابناء ديال عبد القادر جلال وجانا امر ديال الافراغ نهار الخميس، بغاو يفرغونا بالقوه، فطلبناهم تعاملوا معنا، عطاونا 20 يوم. ايوا دابا غادي نخرجوا، حنا كنا دابا غادي نخرجوا، دابا غيشتونا، دابا فهمتي غيشتونا، وما كاين حتى شي، ما كاين لا تعويض، ما كاين والو، ما كاين والو. ساكنين من 58 اخويا، 64 عام، حموله. وقال لك تخوي الدار في 20 يوم، عرفتي باش تخوي داك، عرفتي حنايا دوله دار محافظه، وراك شي قديم ديال التراث، الوالد عزيز عليه تبقى تخبيه، والوالد الله يرحمه كان عزيز عليه داك التراث، كان تيموت على بلاده، داكشي ديال التراث وداكشي في اللبس وداكشي كلشي. راه عندي صبابط قدام والارشيف تصاور قدام، وليت خايف على التصاور اللي توضروا لينا والله العظيم. دابا شحال من عنده وسط الطفوله ديالك؟ وعندي 49 عام انا هنا، حيد منها 3 سنين كنت عايش في الغربه، جينا مشيت قريت تما في اوكرانيا، وجيت لهنا هنايا ما كاين والو اخويا. ماشي صعيبه تخلى الدار. وعرفتي والوالد داك هنا كان شفار ولا هذا، ترى ربى قومان وتا واحد معقل علينا. هذا الرابط هذا الوالد هو اللي اسسهم، قال لك حكا سما هو اللي دار التيران هذا، ما كانش التيران بس جوا والله، كانت ساحه حيت كان تيعلمهم الهوند، وديك الهوند والكره في تير الفوت، وهذاك تير الفوت راه كانوا غادي يولي غيبنيو فيه الملعب الاولمبي، المسبح الاولمبي، وحتى حفروا داك الشيء، وبقى الوالد تضارب عليه تردموا. ومن بعد خرج منه اساطير، خرج منه بصير، وخرج منه الناس كانت عندهم رؤيه شامله، فهمتي؟ يعني كاين اسماء كبيره اللي كانوا كيدربوا عند الوالد. وراه كلهم راهم، وكلهم اصاحبي راه من نهار تاسست الرجاء والوالد اسس كلهم، واخر واحد اخر العنقود ديالهم راه هو حافظ عبد الصادق، اخر واحد. والحمد لله الوالد ديالي راه ديما تنشوفه باقي حي. يتوقفوا معاكم هاد الناس والو والله ما عقل لك شي واحد اللي قال لي هو بوطريقه دابا في قطر، فهمتي؟ هما استغلوا هاد الظرفيه دابا الالترات اللي غيوقفوا معايا وكل شيء اللي غيوقف معاك، استغلوا هاد الظرفيه ديال لاكوب دي موند بالعاني، هما داك الشيء السابوطاج ديال الحبس، فهمتي؟ يعني خرجوكم كاين شي تعويض شحال من سنه وانتم هنا؟ ما كاين لا تعويض لا، وانت بغينا هما يخرجونا، خلونا نخرجوا دابا، راه حفروا لك هاك الشيء جيتي قبيله اخويا، بقيتي تنضرب الايه الباله انت يا البالا، تنضرب البالا والعتله باش نردم الحفره باش يجي الهوندا نخرجوا حوايجنا، هما حفروا لك هنا وحفروا لك ليه باش الهوندا ما تدخلش، باش تبقى تضرب تما انت. يعني حتى الخروج باش تخرجوا؟ والو حتى الخروج ما خلوناش نخرجوا دابا، راك انت جيتي يا صاحبي راك شتي لقيتيني مكشكش مكاعي مقلق، اي واحد طرا لي راه حنا دابا حنا بشر، ابخي اون اكسيون الي اون رياكسيون، لما غياجيت راه دونك رانا مونغوليان. الوالده كيفاش تقبلها؟ الوالده راه مسكينه تتبكي، راك دخلتوا عندها راه بغيتي راك شفتي تتبكي، تتبكي مسكين الحقره، ربات ترى ربات محمد فاخر بقار ماكري راه جميع، وعرفتي والدار هذه راه كانت تديروا في الاجتماعات ديال الرجاء، داك كريم حجاج، عرفتي كريم حجاج شكون هو؟ الدغوغي وعمي الحاج بن دريس وعمي الدغوغي وبزاف با حميده. انا كاع ما كنتخور الرجاء، انا ديك الساعه ما كان لا لوطيلات ماشي بحال دابا، هادو راه العاقه ديال الرجاء تيطرطقوا فيها، ما كاينه لوطيلات والسيجارات والسفريات، والناس راه ضحات، راه خسرت فلوس ولادها وخلات ولادها نسات ولادها وقابلت ولاد الناس، وهذوك ولاد الناس ما عقلوش علينا. ما كرهتيش الوالد باقي حي دابا؟ والوالدكم باقي حي، راه يقدروا يحقروه بحال هكا والله تعالى، راه حقروه ملي كان ملي قرب يموت، راه حقروه، راه كانوا غادي يخرجوه فاش كان غيموت. حيت الوالد ديالي كان من الصوره، كان من الصوره، وهذوك حزب الاستقلال كان ضد الصوره والاستقلال، كان الوالد شوري، راه هذاك الرئيس ديال الحزب ذاك محمد بن الحسن الوزاني، راه الحمد لله الوالد راه بحالو بحال، حيدوا ليه يده. كان صراعات حزبيه، الوالد كان تصابطاه، الناس راه ما عرفاتش بساكن التاريخ وما بغاوش يعرفوه، فهمتي؟ ادخل كتب حسن محمد بن الحسن الوزاني ولا حزب الشورى، وغادي تشوف القتيلة اللي كانت يديروا ليهم، الوالد راه كان معاهم، الوالد كان مع الشورى، هذاك الشيء هذاك هو السبب اللي كان الايديولوجيا اللي اختلفوا لها ومشاو الراجا. كنشوفوك كدوي دابا والدموع في عينيك، ما والله اخويا ما تصرفش لك الحقرة هذه، راه حنا ولاد الجينيراسيون ديال دابا راه ما تنحبوش الحقرة. اشو المغرب حقروهم راه فين وصلوا للدومي فينال، هذوك الناس دابا القدام الكبار اللي حاكمين حنا مسؤولين، ولفونا الحقره حيت هما عاشوا في الحقره وتلدوا الحقره وتستافدوا من الحقره، بغاو هاد الشباب تا هو يبقى محقور. راه نهار الدراري خلاهم بوحدهم، الشعب هو اللي دار التشكيله هادي، هو اللي بدل المدرب، راك شتي الشباب فين وصل الدومي فينال. رسالة ديالك للمسؤولين؟ رسالة للمسؤولين اخويا، راه عييت انا غادي نسال الله سبحانه وتعالى، قال لك من يسال فليسال الله ومن يستعين فليستعين الله. انا النهار الاول ما كنت باغي نخرج بحال هكا، راه الناس اللي قالوا لي توكل على الله وداك الشيء،
انا ما بشخر، انا مغرم اخاك لا بطل.